And welcome to a new vlog. اسمعوا انا اليوم اخرهار باش نجي فيه اجازي زوي اخرهار باش نجي فيه ماتر وقد ما عملت حتى فيديو حتى فلوغ ما عملته في ماتر وقلت هاي باش نبدا الفلوغ الجديد من ماتر اليوم من دارنا مرحبا بكم افيت مثل ما هبطتش الفلوغ نتاع الجمعه اللي فاتت خاطر هكا ما عنديش برشا وقت وقلت ميسير شريري انجوي تونس انجوي داركم الجمعه هذه ما هبطت لكم حتى شيء كي نجمت اليوم نهبط ونهبط لكن مزعيب شويه الحمد لله انت قلت خليني اي انجوي ماترو انجوي دارنا وروح لكندا ونعمل لكم المونتاجات الكلهم هبطت لكم حتى ورا بعضهم تفرجوا فيهم على راحتكم ليميت معناها حتى فضفضه ما هبطتش بالرغم اللي فضفضه عندي بالرغم اللي فضفضه عندي الافكار وعندي كل شيء لكن ما خلطتش للاسف الشديد وكزيزو حاسين زيزو كي يجيهوني شيخ وفيت يا جماعه يمسح ربي باش زيزو باش يعمل عمليه على فمه وباش يقعد في تونس كي باش نروح من غير زيزو نهار الجمعه باش نخليه بحذا جفره خليته قبل بحذا جفره وكان فرحان على الاخر وجو احلى جو ويحب تونس برشا زيزو خاطر وفيت يلقى فيها راحته ويلقى فيها الجو وغادي نزيد نقلقته شويه وكي باش يعمل عمليه ما يحبش شكون يقلقوا معناها هو فريمون معناها يصير له ريتابليسمون بي دونك زيزو باش يقعد باش يروح معايا اخر الجمعه وذاتس اوكي باش نتوحشوا برشا وليدزي هذاك عينيا والله العظيم هذاك عينيا مش عارفه كيفاش باش نخليه لكن باش نخليه عند اختي خلاص نخليه عند الغرباء انا فهمتوا ودارنا معناها مش باش نخليه في اوتيل وفي لابوندوني با دو تو قاعده نحكي روحي زاد باش نقنع روحي او ميم طون مش باش نخليه يقعد برشا ماكسيموم شهر ويجي معناها زيزو فهمتوني انا من البارح في ماتر وتوا اليوم رايحين لتونس ما عندكم حتى فكره على الراحه اللي نرتاحها في دارنا هنا في الفيرما بعيد على ماتر يكون 4 ولا 5 كيلومتر النوم اللي نرقدو يا البنات النوم اللي نرقدو والراحه اللي نرتاحها بالحق غير عادي مع نصبح نقدر 10 نتاع الصباح حدش نتاع الصباح عادي لحد اللي فات هكا ولا حد هذا هكاك هاو حاسي روحي قلت نجي نحكي معاكم من البديرة متاعنا شو زيزو شو هاكا شفتو ديما عمل جو ديما يعمل جو على الاخر لهني زيزو اي نروح واي اي ليتس جو اي زيزو واي حاسي اوتفي دو جور بونجور لابسه هذايا شوميز تاع انو معاها ليكينغ وسبيدرية الكسندر ماكوين خلينا نوخر شويه هاكا جاي يجري روحوا يا روحي روحوا غادي عنا كلاب اخرين وريكم شوية الدنيا وريكم هم دور من برا ماما تحبش على دارها قاعدين في قاعدين مشاكل احنا مع ماما يا خويا غادي عنا ديانا وعنا كربيخة ما نعرفش شكون لهنا عنا جو بونس عليل شو بقر حاشيكا نشوفو زيزو اجا هنا سد نخاف عليه بابا اسمعوني جي شكون ما نجمش نصور لكم حاسيلو اه بغيت مش مشكل ان شاء الله راجعين تنصور لكم مرة الجايه نعمل لكم بكم هوم تور وناخذوا ولد كليبك وناخذوا البيرميسيون تاع عيدوده حاسيلو يلا زيزو مشيو لتونس توا مشيو لتونس يعرضنا يونس فاكره مشيو لتونس عرضني يونس يلا سيغ سو واكاو هاي ما تجربنا ليزا هاي اليوم شو نعملوا الابليكاسيون تاع تاني نو سي قايز البارتنير قاعد يستخلف فيا اش نوريكم هاي شي باش تعملهم قايز جزيا هاي بيغز هاي شدوها هيا ما دام هي ولا تصور فيا توا شدوها هيا معناها هاي شي باش نعمل فاش باش نبداو توا تاني نو عارفه لا بروح عسلامه بونجور بونجور ليلى تعرفوا باش نعملوا ابليكاسيون اليوم نتاع تانينو فورست لانا برازيليس دونك باش نبداو نورمالمون في الشامبوان كلاريفيون باش نحلوا لي زيكاي بيان سور نتاع الشعره ونعطيو لافاج انتونس بعد نعملوا لابليكاسيون نتاعنا فما طون دو بوز سولون الكاليتي دو شوفو نتاعك دونك كل كاليتي قداش تستحق طون دو بوز بعد نتعداو للبروشينغ وللبلاك اوكي كل الجو هذاك الكل اوفيت انا قلت لها نحبها حشيمه ولا شنو هي الوضع
حسيلو هنا قلت لها راني نحبه من هنا اي هرب وفيت نحبه من هنا يولي لي غايت ومن اللوطه يقعد فيه الفولو دوك هذيك شنو هي باش نعملو هكا ولا اول حاجه لازمنا نعملو دياغنوستيك باش نعرفو باش نعرفو الطون دو بوز كيما قلت لكم نتاع شعره كل شعره شنو تستحق باش نعرفو البرودوي اللي نخدمو بيه سا نامبيش كو نجمو نخدمو افيك لي دو برودوي على في نفس المره في نفس الشعر نجمو نخدمو افيك لي دو برودوي نجم تكون باغ اكزومبل انت شعرك مثلا ماهوش اندوماجي ما عندكش دي شوفو كاسونت برشا ما عندكش برشا ترشيح في شعرك نجم يكون فما شعر مثلا الغاسين اي سون بيان مي لا لونغور لي بوينت اندوماجي دونك احنا عندنا دو برودوي عندنا الفوريست تانينو بور لي شوفو لي بلو دور وعندنا الكوكونوت لي لي شوفو سنسيبل تيرن اللي بسيسين برشا برودوي كيميك فيهم حتى دي ميش دونك لهنا اونجو على انه يصلح لنا حاجتنا بحاجه خفيفه بجوست كاسوان معناتها باش تصلح وتخلينا سورتو انت باغ اكزومبل تحب تو غارد الفوليوم اون بو غاردي الفوليوم دو كوكونوت دونك نجمو نخدمو افيك دو برودوي والا افيك ان سول برودوي مي لا ديفيرونس تتبدل زاده في الشالور نتاع البلاك اوكي سا اوندوماج با لي شوفو ولا نو با دو تو اوكي بارفي دونك باش نتعداو تاع الدياغنوستيك نتاع شعرك قداش عندك انت ملي عملت اخر مره عملته في نوفمبر في نوفمبر دونك سافي كومبيان 5 بريسي اي 5 سي بون سافا اي اما اخر مره عملتها ما عملتش بالدي في دي خاطر واحد سمح ما معاه حتى حد فهمت قعد لي جو بونس شهرين ثلاثه اشهر ماكسيموم مشى على روحه معناها قعد لي هذيك هي داكور اي دونك فما لابليكاسيون ما كانتش صحيحه كوم يلفو لا ما كانتش صحيحه جمله عملت افيك لي مويان دو بور وواحد كيما قلت لك جو فوا بي بيتي جي بيان كومبري دونك انت تيوتيليز با دي تاتور دي برودوي كيميك تخسل سون سلفات نغسل بالغصبي بالغصبي اي سي سا D'accord, très bien. Mais شعرك naturel. D'accord. Bah, ce sont des cheveux non colorés, mais qui ont des produits chimiques naturels. Et comment tu as fait شعر les produits chimiques 2020 Tu as collagé. Ça fait 2 ans, ça va. Et comment Et depuis Donc, احنا انا نحب نفسر الدياغنوستيك لشنو Par exemple, انت شعرتك بركا لا شعره صغيره, شعره قويه. ما تتقطعش فاسيلمون ما فيهاش كيما قلنا برودوي كيميك قديم عندنا شويه مشكل في لونغور اللي هو ا كوز دو بلاك ايوه لا ليه تستعمل بلاك تستعمل بلاك دونك لي شوفو لهنا اي سون ان بو تيرن par rapport à la racine. OK. D'accord. معني اللي طالع طالع مزيان ما اللي قاعد يهبط justement. انا جينيرالمون ربي شو اسمك ليلى ليلى انا جينيرال انا راني في مخي ليلى بعد حبيت نغلط لا لا انا ليلى راني نشوف كل شنو نقول اي بصح نقصو اخر مره قصيته سيتي سبتمبر دونك ديما نحفف فيه ما نخليش انا هكا يوسف شي ولي لي هكا مخي فهمت عندي اللي توكين تقص لي ايديها مبركه لا جريه خرجت ماترنيتي قعدت هكا علي خاطر سينوم امبوسيبل تلقى شعري هكا ما نقعدش فيه هكا امبوسيبل مش مشكل باهي دونك كيما قلت لكم توا لي بوانت هذوما شويه مطرشقين من الفير من لي بروشين سيشوار شالور الشمس الماء انسي دو سويت باهي لهنا دونك احنا شنو باش نعمل؟ التون دو بوز باش نشوف قداش باش تكون هذاك علاش نعمل دياغنوستيك باش نشوف البرودوي اللي يمشي مع توا انت باغ اكزومبل شعرك يمشي افيك لي دو برودوي دونك لانا فوريست باش يعطينا سوان وليساج او ميم طون On va garder le volume qui m'a été très longueur. Donc, on va garder le bac, on va garder le shampoing interne clarifiant, on va garder l'application. Je le shampoing clarifiant, c'est un shampoing en poudre qui est à Tunisia. Ah, ok. Et des shampoings clarifiants internes. كلنا حلوين, ما شاء الله. Et des shampoings clarifiants internes. اللي هو ان بودر دغيا اخر توندونس في لي شامبوان علاش بودر على خاطر فيغان وبيو 100% اوكي داكور دونك سامحني يخدم في بلاستيك يخدم في بلاصه تهضر موان دو بلاستيك داكور بي دونك كروتي فري كروتي فري اوكي بي شامبوان كلاريفيون هذا الى ديفيرون على لي زوتر شامبوان كلاريفيون علاش فما لي شون على قد ما يولي ليكيد باش تولي فيه برودوي كيميك Okay. D'accord, donc il est en poudre, donc 100% sans produit chimique. En plus, il y a une lavage intense, on met harsh le nez chez le chara. Vous faites les passages de shampoing clarifiant, les chara te cassent le même temps à déo. C'est ça, l'application. Justement. Comme quoi, état naturel. Justement, non. C'est l'effet de shampoing clarifiant.
دونك هذا يعطي لا فاجان طونس ويحافظك على شعرك ما يخليش تتكسر قبل ما تبدا في الابليكاسيون تري تري بيان مليك راح نبقى باسي على ساعه معناها جوستمون انا تو كمان غسلنا بالشامبوان بودر على نظافتي اون فيت حاجه مهمه زوكم تعرفوها اللي كي يبدا شعركم مزيت وإلا عندكم 3-4 أيام غاسلينه يلزمكم تاخذوا تعملوه طالية بالشامبوان العادي طالية بركة وبعد تعملوا الشامبوان بودر هذية سينو قبل بجمعة من لازمكم لا تستعملوا لا سيروم قبل بجمعة من السوان ليسان معناها مثلا تعملوا الابليكاسيون لا تستعملوا لا باندويل لا سوان ليسان لا باندويل لا سيروم وتبعدوا على بيريود لي ريغل نتاعكم معناها بيريود وين يو هاف يور بيريود تبعدوا عليها البيريود هذيك كومبليتمون خاطر لي هرمون يتبدلوا روح تتبدل معناها بدلنا احنا كنسي فوالا وسورتو الشعر تبدا سنسيبل ماهيش قابله معناتها اوكي قلت لكم الشعر تبدا سنسيبل معناها مش باش تقبل لكم فاسيلمون البرودوي ونجم الغزه ما تكونش باهي ما تكونش تصلح معناها وي سي سا فوالا احنا توا او ميليو د لابليكاسيون ان فيت انا كنت نعمل في شعري في دوزه بركه اي او ماي خد 3 دوز شعري قلت لك كيف كنت تعمل في دوزه بركه قايس قال اشتيك لي برودوي بلي نحب جانسيست على حاجه راهو لابليكاسيون كثير مش لازم نمسو الكوير نتاعنا معناتها غير ما نمسو الجلد انا لهنا كنت نحب تقرب توريهم كيفاش لابليكاسيون تصير نخدم غاسين ها هما الغاسين نتاعي jusqu'au pointe من غير ما نمس الجلد نتاعي malgré que le produit نتاعنا ما يضرش مي ديما اون ايفيت ليزالرجي ديما احنا تا كمان الابليكاسيون من فوق تاع هدايا فورست تانينو وتوا باش نعملوا هدايا في لونغور واللي بوينت باش نعملوا كوكونات وباش نزيدوا معاه زدنا معاه البوتوكس البوتوكس بور ان ماكسيموم ديتغاتاسيون وبريونس ان فيت هدايا سي اون نوفوتي تاع روز بي يعمل برشا هكا يعمل بريونس يرد لي شوفو بلو سوبل ساسوا لي لي شوفو هاو وحدينا قول لنا سي ان سوان اوكي سي ان سوان C'est un soin conseillé une fois par mois, voilà, deux fois. Ok. Donc, au fil des peaux, il y a deux à trois fois. Deux à trois fois, il y a deux à trois fois. Il y a deux à trois fois. شعري انا يعمل دوها 3 فوا دو فوا ماكسيمم دو فوا انا هي بكاها مي دوني دوز دتريتي اه دو فوا بار موا دو فوا بار موا وبارك الله دو فوا بار موا تبارك الله تبارك الله دونك زدنا البوتوكس للبرودوي للتنين وزدناه هذايا خذينا كوير ادمي كوير ادمي وزدنا ولا اون كوير با فورسيمون كوير ادمي زدناه هذايا وخلطناه مع البرودوي نجمو نخلطوه مع الكوكونات والا مع الفوريست سي لا ميم شوز كيف كيف نجمو نخلطوه مع سوليسيون بور دي شوفو لي شوفو ميشي لي شوفو فان لي شوفو تريتي اي صحيت لي قلت لهم قبل زاد في لي ستوريز قلت لكم هذه راهو تعملت سبيسيالمون هو للناس الكل اما سبيسيالمون هذا للعباد اللي عندهم لي شوفو ميشي كاشي اندوماجي سامحني مريم مثلا جاورينا شعرك خاوريهم نعملوا شي ميسيلش نجم هاو شعري يا شعري ليش شعرها كيفين ايش ترشق ايش انتي شي كومي اون بون سانتي بار رابور مريم راه شعرك تهم الشعر هذايا عروسه مديتها للحنه هي تو توك شعرها بوتوكس في شعرها تاو صار في بالكم شتو مريم عروسه مديتها للحنه مازال ان شاء الله بدو بتمك فيش عدا ما تحبش عين 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 قعدنا كنا حاسين وفهمتوا عاد هذايا شعر مريم في ليتا ناتوريل هاوكا تعب برشا عملت له الميش تتفع عليه مسكينه تري تيرن دونك تاو باش نعملو له السوان هذايا ويل دو ريسان هذايا البوتوكس الجديد هذايا سي با غرا فينالمون مريم باش نعملو لها جون هذايا ويل دو كوكو بلوس دو ريباراسيون دو كوكو كوكو سي بور بلوس ديتغاتاسيون شحال هي زايد نعملو لها هذايا بور بلوس دو احنا حشنا بالويل بالهيدغاتاسيون سورتو لهنا يا قايس باه فهمتني شنو نقصدو معناتها انا تويكا باش نعمل اوكي غاسين اما مش برشا حاش بالهيدغاتاسيون سورتو لهنا اي باه اذا شايحين لي بوان شايحين هلو 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 من كندا اخر مره حكيتوا معايا خليتوني جو بونس في لانا حكيت معاكم وتوا هنا روحنا هنا في كندا بربي ميسيلش خليني نوريكم الطقس اللي انا قمت عليه اليوم احنا اوني مارديز اليوم شو بربي هو احنا راو جنرالي سبيكينغ ديما تصير لنا هكا اون بيتيت تومبيت في افريل و سي بون ونعرفوا اللي بعدها باش يكون طقس جميل ومشمس وطيب معناها حاسيلو بريف دونك ان شاء الله اخر الاحزان يا ربي واخر
اخر مع فاطمة حسيلو شو كالحالة on va déménager bientôt donc كل شيء هاكم كيما تراو هكايا كل شيء قريب يخرج والله انا الحاجة الوحيدة اللي قاعدة نخمم عليها كيفاش باش نديماناجيها هي هكا الكاردروب نتاعي لازمني ديجا نبدا نلوج اللي في اللي اون فيت لازمني نلوج شكون اللي جاي ركب لي باش هو بيدو يجي ينحي لي ويعاود يركب لي فهمتوا حاسيلو فما شاي باش نمشي بعد نشري شوية ماكلة للدار خاطر ما عندي ابسوليمون حتى شاي وكهو شنو باش نقول لكم اخر مشي بعد نبدل الويفري هاكم مشي باش نبدلهم ونمشي نعمل سيونس لازيغ ولا سيونس لبو بس ما نعرفش مثل ما قررتش حاسيلو وكهو وغدوة بعد غدوة نمشي نحمي لازم نحضر لكم الفلوغ هذا باش يهبطكم نهار الجمعة باش انا نهار الخميس نبدا نحضر سنحطكم هوني نحكي معاكم باش انا قلت لكم نهار الخميس نبدا نعمل في الفلوغ نتاع بوسطن نورمالمون وقت اللي باش تشوفوه الفلوغ هذه نبدا ديجا قلت لكم انا وين معناها نمشي لبوسطن نمشي بحذا ميمي نعدي بحذاها نهايرين با ان فيت انا باش نخرج من الدار نهار الخميس العشية جوست بعد اخر ريونيون عندي نخرج من الدار وباش نمشي نرقد في هانوفر نص الثنية هي 5 سوية ان فيت بين مونريال وش اسمها هي بوسطن بين مونريال وبوسطن هي الكل في الكل 5 سوية انا باش نقف بعد 3 سوية بوغ ديكوفرير ان بو وما نحبش نمشي كوان شوت فهمتوا هو نورمالمون نهار الخميس نهار مزيان دونك ماذا بيا حتى نقف في راندولف هكا نشوف ماشي كيوت كوفي شوبس وكل شيء بيان سور باش نكون فتره دو ان على سفر و دو دو نورمالمون دون دو تخوا جور يجوني لي راجل نتاعي دونك باش نقف نحب نقف في راندولف نشوفها كيسكو سي ماذا بيا هكا نقف في كل بلاصه شويه نعمل رود تريب فريمون يكون مزيان شنو هي اخر نرقد في هانوفر يقعد لي ساعتين على بوسطن نقوم لو لوندمان نحاول نقوم بكري شويه وهكا نقف في كلكو زوندوا معناها ونمشي ندور شويه في بوسطن وحدي ومن بعد مع العشيه نمشي لميمي معناها مع الاربعة الخمسة نمشي لها هكا بوغ بروفيتي باش نكون شويه وحدي ومن بعد نمشي خاطر كان نمشي لميمي تقتلني ثم تتغشش كاريمون معناها شبيك انت حاسيلو دونك باش نقعد بحثي نهار السبت كامل ولحد الصبيح نقصد ربي نبدا نروح فهمتوا نبدا في المرويحه خاطر ما تبيني نقف بس ما وقفتش فيها ما في الثنيه ما نحبش هكا نبدا نسوق وان شوت معناها ما عنديش اوبجيكتيف واحد باش نوصل له فهمتوا باش نزمع معايا البي سي جست ان كيس قررت اني نرقد في فيرمون ولا برلينغتون ولا فازا جست ان كيس مانيش سور فهمتوا دونك فوالا سي سا كي سا اما مكثريه باش نروح نخدم على روحي نهار الاثنين الصباح كهو مانيا دونك توا ان شاء الله باش نكثروا منهم لي رود تريب هذوما خاطر احنا في كندا عندنا الحق مثلا في الصيف ابارتير من جوان جو بونس نكوندونسيو 40 ساعه بين اثنين وخميس فهمتوا نكوندونسيوهم نجمو ناخذ نهار الجمعه معناها كي نكثروا منهم وانا نهار الجمعه تفصل انا احنا مي جورني نخدموها في الصيف دونك انا قاعده نخمم باش نعمل هذيك نكوندونسي برشا مرات ل 40 ساعه نتاعي pour avoir un long week-end nous نمشي نيويورك نمشي لبوسطن نمشي فيرمون نمشي ميامي معناها مش بعيده برشا تسمى من هنا فهمتوا هكا نمشي لبلايص بعاد بالطياره ساعه ساعتين ويبدا البي ام تاعهم مش غاليه برشا تو كان ما شفتوني ما عادش نشري في برشا سيكان وبرشا هكا حاجات هكا عرفت عليه ان توكا سي بلوز امبورطون بور مو لي فواياج راهو عندي عامين ما فواياجيتش وعندي عامين ما خرجتش وما شفتش الدنيا دونك سي تري تري امبورطون بور مو دو فواياجي باش نخرج ونشوف الدنيا شنو فيها وشنو ما فيهاش نحب نمشي نيويورك على الاخر نخمم اكثر اني نمشي نيويورك بالترام والا بالطياره يعني نلقاش هكا بي طياره مش غالي عيد ميلاد المسيو في جوان دونك ماذا بيا نخولو زادا هو هكا نعملها هكا النهار الزايد ونمشيو نيويورك نعديو غادي مثلا جمعه كامله سبت كامل واحد كامل في الليل نروح دونك هاني نزيد نبدا نشوف الحكايه هذيك كيف حاسيلو افواغ تو سا سي افواغ و اميديتي فوالي فالو يا جماعه انا توا نمشي نكمل نخدم وانا مازال مع بعض نزيدو شويه البلوغ هذا هلو وغو بونجور
سيدي قلت خليني نجيبهم شويه لبرا من داري. هو لما حال الفلوغ بتاع الجمعه الجايه كله باش يكون لبرا من داري يا جماعه، كله باش يكون في الشارع، ما في الشارع بوستن وروت تريب على بون على شيره بوستن الكل معناها. وجمعه اللي بعدها ماشي لناشفيل مع الخدمه، كان سهل ربي وقت اللي باش تشوفوا بوستن باش بعدها وقت نبدا انا في ناشفيل ان شاء الله. عندي ايفينمون غادي ان شاء الله. عاده انا راني ما نحبش، فما عبيتي يحبوا ياسر الخدمه اللي فيها سفر معناها 9 to 5 jobs. انا 9 to 5 jobs جو بريفير انهم يكونوا ستيبل ويكونوا انا في الدار، وانا نخدمهم على وقتي حسب وقتي انا وليس وقت لي ايفينمون. دونك ان شاء الله هذه تكون اخر ايفينمون انا نسافر فيه مع الخدمه. بيان سور ديما نحكي مع الخدمه، مش خاطر فما برشا باش فيهم تنجم نعرفش انا تنجم تخرج وتعملهم صحاح اخ كلير هو وقتك الكل. انا بيرسونيلمون كماشي كماركت معناها ليزون دو ماركتينغ معناها جو دو ماسوري اللي الميتينغ روم بي هي السوشيال ايفنت اللي عاملينه توتي دون لورد معناها هذيك شني علاش ماشي. انا مشني ماشيه باش ندور ونتفسح لما حال المره هذه فيك بلاصه ما عمري ما مشيت لها وبلي ما نعرفهاش زدت فيها كيما نقولوا هو يوفا العشيه انا باش نروح لو لوندوما ماتا معناها كبو بروفيتي شويه عشيتها فهمتوا بور بروفيتي شويه سينو نشوف شويه البليد كوا خلاص غادي باش نقعد كرسي. هو لا محاله يلزمني نقعد كرسي راهو من بعد الخدمه هي مش مشكل كها. دونك هذيك وين باش نمشي الجمعه اللي بعدها شفتها بانها لونيت ديجا بتهي لي فيري في عيد ميلادي مكتوبه منا كيب شاينينغ نعرف وريت لكم ولا اون توكا بغيف يلا مش مشكل اون توكا جماعه ستوريز بس شيفوها. توا مشي الايميل باش نمشي نعمل يا لي بوكا فيتاسيون يا لازير يا حتى وحده. جاوني مي ريغل توا قبيلي شويه و بروميي جور دي ريغل جينيرالمون كون سونسيبل برشا لا بو تكون سونسيبل اون توكا سي دي كونسيي دو فير كوا كو سوا في بيريود دي ريغل هي. لكن هانا باش نشوفو كيس كون بو فير كان اون بو با با اون بو با ونرجع لها بعد ما نروح من بوسطن خاطر هي قالت لي وقيت معناها قيت حسبتو على لازير. بريف يا جماعة بريف هكا هاو هانا طقس مش مثل اليوم امبارح كيما شفتو ثلج ولا عرف شنوا واليوم كمان مش مزيان واقف معانا الطقس حاسيلو. نحط غنية كي باش نحط غنية ونخليكم كوبي رايت. هو توا كان شفتو فما دي بارتي في لي فلوغ متاعي وليو صامتين اللي هما جينيرالمون نحط فوقهم انا غنية، لكن حتى الاغنيه هذيك ولا فيه كوبي رايت في بعض الاماكن في بعض البلدان وانا ما عنديش باش نخلص كنت نحط لكم سيكت ماني والله غالب البيب ما نعملش هكا الفلوجيت اللي استاتيك هذوكم وكل حكيت هذوكم الكل. يلا بيزو ايتا بكا بكا ايتا بكا تعرفوا هذيا تعرفوا هذيك شكون ولا بكا هذا باك بوك الثانية. مريتش الكاميرا كنت شوية هيك لمديدي شو كالحال باك بوك وين مش كنت تعمل فرحانة فرحانة بيا عشان حضرت لنا ما حضرت لك حد شيء ما حضرت شو حضر لك قهوة بالماكينه الجديده دلتنا عليها الماكينه. شنو هي الماكينه نتاعك؟ دي لونغي شنو تعمل ماكينتك؟ قهوه تعمل لاتي تعمل اسبريسو برافو مش اكسبريسو وتعمل خذت ماكينه ولت تعلمك باش نقولوا القهوه على الوقت اسبريسو تعمل تهبط القهوه تهبط هاي معناها فما بارتي تهبط منها القاصه ولا لهم القهوه عايشك بالارت تشوف الارت تعملي ارت عسى على الارت وهذه تخن الحليب وتنوريك الارت طبعا بيركم الارت. بونجور شنو حوالكم يا سيدي؟ جاوني دي كيستيون في انستغرام على شعري
روتور بعد ما عملتلو التانينو في تونس. دونك هاني توا باش نحط نغسلو ونوريه لكم. هذايا هو هذا راهو البنات مشيح معناه مشيح باش بال بال بس بالبروت شوفونت يعني عبارة باش تشيحته بال هذاك يعني عبارة شيحته بال بالسشوار فهمتوا. هاني توا باش نوريه لكم كيف كيف باش نغسلو وريكم باش نغسل شعري زيدا دام غوز بي هذيا خنوريه لكم بالكدي شامبوان كيراتين كافيار اديسيون ليميتي لكن مازال موجوده هكذا مستعفي توا. هو اللي ما يخليليش شعري زايد برشا بعد ما يجيوني ما يخليليش شعري زايد برشا بعد ما نعمل السوان ليسان. دونك هذيك اللي قاعده نستعمل فيه اون مومون ومعاوني في عود ما زايت لي في نهارين ولي زايت لي في 3-4 ايام معناها فهمتوا. وهذا تنظيف في البيه بالبيه لكن ما تنسوش قداش انا نمس شعري البنات نمس شعري برشا المشكل فيها وانا معناها في الابيتود متاعي انه شعري زايت. ريتوني زادا كيف كيف في الستوريز استعملت لالوي فيرا الكام روز بيز الخضراء استعملتها مع غسلتين كهو زايدت لي شعري خاطر انا على باس شعري مزيد وهي ديد معناها اللي دخلت برشا الشعر واللي معناها احسن للشعر الشيحه الشعر اللي ما زايدش. دونك على ديك قصيت عليها وحولت للغوز بي هذيا ومن بعد نرجع للبلو نتاعي ديك شعري هكا ايغريغولاريز شويه الزيت اللي فيه معناها اوبودا موا ولا اموايد مين نبدل نرجع للزرق على روحي نتاعي فوالا. ان شاء الله انا دون 2-3 سمان نعمل السوان بوتوكس اللي تعمل مره في الشهر الشعر كيما شعري انا مش مكسر برشا مش محروق برشا مش مترشق برشا تعمل مره في الشهر والشعر اللي يبدا مثلا فيه الميش شعر الميشي جينيرالمون اللي عاد تستعملوه في الميش هذيا تستعملوه او موا مرتين في الشهر معناها اسباسي بيان سور مره في جمعتين ديزون كي ماسك فهمتوا. انا شريت ماسك خذيت الماسك هذيك ما حكيت لكم عليه قبل نسميه انا ماسك ماجيك يهبط لك شعرك سوب مش نورمال ويخلي لك تحافظ على السوان ليسون تاعك. مالوغوزمون سيتو في تونس سيتو في تونس على غالب فما جماعه يسالوا فيا قداش يشد السوان وقداش كذا وقداش كذا راه السوان يوصل يشد حتى 6 اشهر 8 اشهر كي تستحفظ عليه بيان سور. يقول القائل توا جاي سيف وبيسين وبحورات والدنيا هذيك الكل سي دي كونسيي قلت سي دي كونسيي باش دخلني ما دي كونسيي دونك مش باش يشد لكم اوطون لكن غوز بي طلعوا جام جديده باش نحكي لكم عليها اول مره في لاول مره باش نحكي لكم انا عليها في في يوتيوب نحكي لكمش عليها في انستغرام. ليف ان كيراتين تاع الكامل الغوز هذه هذه ان فيت هذايا كي ليكرون شعرك هما زوز كي ليكرون شعرك هما زوز كي ليكرون شعرك هذايا تعمل وتخرج وهذايا تعمل قبل ما تشيح شعرك ولا قبل ما تعمل شعرك هذايا كيما نقولوا بروتيكتور معناها تيرمو بروتيكتور اللي يعملك على الشالور اللي بروتيجي لك على الشالور وهاكا كيفاش التكستور نتاعو اوبس كسيروم معناها يتحط هكايا وهذايا جو بونس بلوس ليكيد هكا كل هذايا كي ليكرون هذا اكران للشعر يا جماعه شفتوها كي تخرجوا تمشيو للبحر تمشيو للبيسين هذه تستعملوها كاكران للشعر هكا تحطوها هكا كيما عباره ماسك ما تحطوه بعد ما تدوشوا مثلا دونك انا هذه نستعملوا في الصيف ان شاء الله وهذه تاكي باش نعمل من بعد نشيح شعري هذه نستعملوا بيه تيرمو بروتيكتور. حاجه اخرى زيد نحب نقول لكم عليها باش تحافظوا اكثر على السوني سانتيكم ماذا بيكم تشيحوا شعوراتكم بعد الدوش. انا كنت في انا فيت انا الحقيقه حقا للحق ما نحبش تكسير الراس نحب نخرج نخليه يشيح بهوى ربي وهذاك هو ويشيح لي ويهبط لي هكا الغاسين بالحق يهبطوا لي هكا لكن قالت لي ليلى شفتوها في اول الفيديو قالت لي ريحان راهو ما يشدكش اوطون كي كان باش يشدك تشيحوا فهمت. دونك قلت على شعليا انا على درج زيد هات نعمل بالبروس شوفونت كي انا ما عنديش صبر باش نعمل سيشوار فهمتوا ولا سي سا كي صاحبتي دايما نقولهم لكم عليهم و ستي تيون من بعد نوريكم شعري كيفاش طلع يا جماعه هذايا شعري شيح بهوي ربي معناها شفتوها هاك كيفاش هابط مسبسب الحق مسبسب هابط
ما في حتى شيء. توا باش نشد ال البروس شوفون تاعي هيا و باش نقصها معناها نحط فيها شويه فورمه. انا حبيت على اساس باش نعمل شعري بوكليه ما عينيش باش اون فيت ما عينيش باش باش نهلكو معناها بالفير من توا فهمتوا. دونك باش نشد هذايا ثيرمو بروتيكتور و لا خاطر باش اكيد اكيد تنوصل كل شعري معناها و باش نشد هكا هذيا راهو توا شعري الكريك بالبيهي بالبيهي هيك علاش ميعجبنيش برشا انا نهايرين ولانين راهو نتاع التسريحه نتاع الدوش معناها اما من بعد يتحسن كي يبدا يهبط انا نحبو كي يبدا يقدر راني الشعر سبحان الله حسيلو. دونك سي سا هذا شعري هاوكا شي يحبه هو ربي جوست كيما شفتو جوست شويه بالبروس شوفونت ركحتو معناها ودخلتو الداخل وجيت باش نحكي معاكم في موضوع قلتوا لي احكي لنا فيه في اليوتيوب. قلت علاش لي كنتش نعملوا في فيديو فضفضه انا على الاقارب وكل شيء. من بعد قلت هو ماهوش حاجه طويله معناها معنيش باش نخسر فيها برشا انرجي الحق تاع ربي ونحسها معناها موجود منه اجوجل الكلام هذا فهمتوا ونحس ده ما فهميش حاجه كبيره نجمو نبدلوها فهمتوا خاطر كيما نقولوا لي في طبه ما تتخبى تو سامبلومون. حكيت لكم عندي نهايرين في الانستغرام باش نعاود نفس اللي حكيته في الانستغرام باش يقعد الكلام هذايا اللي هو يتحكي على اقارب. فما قلت لكم فما زوز مقولات الاقارب عقارب وين همك وين دمك وين همك. وانا من العباد اللي كيون فيكو فاست الاقارب عقارب. عندي واحده قريبتي قالت كل يوم نعمل في بروفيل وما نعمل نبعث للريحان مساجات يقلقوها ومساجات يفرعسوا لها دمها وما نعمل في عذابها صنعاء. وقت اللي حكيت هنا على الانستغرام جاتني طفله من الانتوراج نتاعها عرفتها قلت لي راني عرفتها وراه صار الحديث قدامي وراهي قلت انا علاش الكره هذا الكل والارغومون نتاعها القريبه هذايا القريبه كان بالكلي فما كان الدم وين دمك وين همك استغفر الله يا ربي. قلت لي انا خاطر انا عندي وانا نخرج لبرا وما نجيبش الكادوات وعندي فلوس وما نعطيش هي حسب كلامها خاطر انا كي نخدم ونتعب ونشقى اهم حاجه اني نمشي نعطيها لها هي انا فهمتوا وحسلو وهي في هي تستحق وانا من ودارنا وانا ما نعطيش كلام هكا كلام معناها كلام تاع وحده تحط ساق على ساق وحنا نقعد نصرفوا عليها من الاخر. وإذن اللي يعرفني من غير ما نحكي على روحي حرق قديشني كريمة وليدي مش ليا واللي نروح بيه فاللي جيت للعبيد أكثر راح بيه ليا أنا ولا اللي يستحق مش الناس الكل حاسيلو. وطفلة زادة كيف عندها سيكوزان مقلقينها على الأخر نعرفها تمشي تقرا يخلط وراها تمشي تعمل قهوة مع وراها معايفينها في حياتها حاسيلو. جيت أنا حبيت نحكي وقلت اللي بيرسونيلمون سيلة الرحم نقدرها ونقدسها وتسكو فوفولي اما نهارت اللي هيك السيلة هذيك تقلقني وتحاول تطيحني وتحاول تحكي عليا بالخايب وتمسخ لي سمعتي نقطعها اين السيلة هذيك وخليني ندخل لها اين جهنم خاطر اين ما نتصورش اللي ربي جايبنا للدنيا باش نعذب رويحنا مع بيت كيما هكا مع بيت كيما هذي القريب تدرو تحكي عليا بالطريقة هذية فهمت. لكن انا معناها صحيح فما الخايب وموجود الخايب بكثره ومش قاعده ننكر انه موجود لكن انا زاد نحب نحكي على برشا به العائله والاقارب كيفاش ينجموا ماهمش عقارب معناها جمله. انا عندي ريلاسيون فيزيونيل مع مي كوزين من مريم السوسن لصابرين لسيرين الماكوزين حتى بنت عمتي وداد معناها انا وياها ياسر اصحاب وقينا مع بعضنا كبرنا مع بعضنا كنا برشا مع بعضنا معناها فهمتوا مارينا من بعضنا حتى حاجة خايبة برغم اني نتعاركوا كيما الناس الكل المسار في كل شي بعضها تتعارك راهو لكن نقول انا ديما الاصل والتربية
يرجعوا عليك. فهمت؟ كي انت تدور من القهوه القهوه تحكي على على تاكوزين، باش نخليوها في المطلق على تاكوزين بالخايب، وهيك تاكوزين اللي هي انا ما حكيتش وما تكلمتش عليك وما قالتش فيك حتى كلمه. سي سا مونتري كلكو شوز، سا مونتري قدكش انت توي دان نيفو تري تري با، معناها فهمت حاجه. فهمت؟ سي سا مونتري كلكو شوز. ومش وعندي راهو مي كوزين اخرين ومي كوزان اخرين اللي علاقتي بهم علاقه احترام وحب من بعيد. عندي مي كوزان ما نحكيش معاهم كل يوم، عندي مي كوزين ما نحكيش معاهم كل يوم، لكن عندي زيدا عندي ولد عمتي الله يرحمها وينعمها دليلة، اسمعوا يكلمني يقول لي الانستغرام واليوتيوب ليش بيك ما خيابهم، مش ديما نحكي ورا ديرنييرمون. عندي ان كوزان في دي كتب لي في يوتيوب، كتب لي معناها كتب لي كلام ياسر وما نحكيوش الجمله لغه انا وفيدي، يمكن انا واحمد نحكيو اكثر انا وفيدي ما نحكيوش الجمله. اما انه من كوزان هذا اي سي تان ميدسان خدي من وقته تفرج في ساكوزين تتفرج وكتب لها كومونتير، عندي انا بالدنيا معناها بصراحه فهمتوا انستلي. حسين وحسين معني بعثوا لي، حسين يبعث لي يقول لي نحبك كوز، نحبك معني اخته بيان سور، معني عندي علاقه ياسر طيبه مع كيما عندي دي كوزين كل وحده اللي هي في روحها، معني حنين في في في, في المغرب، دي كوزين اخرين معني لهين في روحها، ما عنيش بيناتنا كلام ماسط ولا نطلعينا نحكي عليهم ولا نمشي القهوه ها نجم نكونوا بعاد على بعضنا، اما او ميم طوم محترمين بعضنا. وفما عبيد مش في بالهم انا خاطر علاقتي بخالتي ياسر كبيره، علاقتي عباره امي امي معناها خالتي نانا مربيتني ولله ديك العسل نتاع العسل هيك لله نموت عليها، عباره امي خالتي. يقول القايل عميتي نقول لكم حاجه، بابا وتعرفوني قد ايه نحب وقد ايه نموت عليه، ما عمل حتى شيء خليني نحب عميتي والا نتحنن على عميتي ولا اللي هو على قد ماما هي اللي علمتني اني نكون حنين على عميتي وعلمتني. اخي ماما زعما خاطر ديما العميت نحسهم مظلومين شويه هنا، والله عمتي ما يتمنهم كان الخايب، واه عمتي ما يتمنهم كان البيه، نموت عليهم. ويقول القائل زعما عمتي وامي ما تعاركوش، زعما ما صارتش نبزيات، هما عمتي في بعضهم تصير نبزيات، خالتي في بعضهم تصير نبزيات، باش ما تصيرش بينات مع ماما لي يصيروا. اما ديما 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 امي بعدتنا على حكايه هذوما الكل، وماهيش مخلتنا نكونوا افيشي واكسبوزد لحكايه هذوما الكل، خاطر تقول لك بنيتي مش تاع هيدا، معناها ماهم هذيك ماهم الا عمتهم. ونحاول اسمعوا، وبربي فما مضره من مضره، فما كالعمه اللي تدخلك للدار وتفتن بين من عرشنا وتعمل المشاكل، وفما هيك العمه اللي يلوموا عليها مثلا انها ما نعرفش شنو يلوموا عليها، معناها خليني نعاود شو حبيت نقول لكم اللي انا حبيت نوصله من الحكايه هذوما، اللي البيه والخايف في كل بلاصه. واما زاد ان نعطي الحق برشا للام اللي هي اللي تحنن وهي اللي كيما هي تحنن كيما هي تكسح، معناها فهمتوا. وفما ام من ام زيد سامحني، معناها كيما انا راني ما نقدسش الامي انتو بارونتيز، انا جيني طفله تقول لي امي عملت هكا قال ابعث لي امك ونحكي معاها، خاطر امي يغلطوا راهو يغلطوا. واسمعوا التربيه تختلف والبيئه اللي احنا تربينا فيها تختلف برشا حاجات يختلفوا، معناها والاوبن ماين انا انسانه نحس روحي متفتحه برشا في راسي وعندي طاقه تسامح غير طبيعيه. تسامح مش معناها انت تغلط معايا وانا نسامحك، مش هذيك التسامح جمله راني نحكي، تغلط معايا تنسى. التسامح في الاختلاف، انك انا مختلف عليك وانت تقبلني، اني انت مختلف عليا وانا نقبلك، هيك التسامح اللي انا نحكي عليه، توليرانس بالطريقه هذيك. انت تعرفي كيفاش كنت كي تعرفوني افكاري ديما تتخلبط كي نحكي الموضوع هكا، الله غالب هذيك هو هذيك ريري. حسي لو قلت لكم نحس ديما معناها صعيب انها تجيك تقول لك خاله ديما مشكله من العامه من العامه من العامه، وجيني غير مو هكا العامه تولي هاي غايره على خوها، هاي تجبد في خوها، هاي تعمل في المشاكل المرت خوها، جيني غير مو من مرت الخو. حتى اسمع انا نهار اخر باش نكون مرت خو، انا باش نكون عمه امي مرت خو، امي عمه وامي مرت خو، معناها انا باش نكون عمه وباش نكون مرت خو. امي ما هي مرت خو شكون؟ امي مرت خو عمتي، لي كوزان تاعي الكل باترنيل
تقول تقولهم شكون اعز وحده على قلوبكم، يقولك عايدوده، يموتوا عليها يموتوا عليها يموتوا عليها. دونك انا متربيه نتصور روحي نهار اخر كيف باش نكون عامه، باش نكون مرت خو، باش نكون انسانه ياسر كول معنيها. ونقول لكم حاجه من الاخر نحكيوا عليه في موضوع فضفضه يمكن هذا، ما نحبش نقول باش نجي ديما مع، مش باش نجي مع خويا، باش نجي مع مرت خويا ديما ولا حاجه. نتصور روحي تو خويا عمل عمل صحاب معني تي حسين من ولد عمتي كلمني ديغنيغ ما باش راجع هو صاحبته، قلت له انا في بلاصتها ما عادش نخرج معاك. ها ها وعولد عمتي موت عليه، لا روح والعقل في حسين. قلت له في بلاصه ما عادش تخرج معاك وسايب الطفله، سايب الطفله. قلت له معناها شفت كيش صور روحي باش نكون انا، باش نكون مش نكون ديما برو طفله. لكن قدرني متربيه هكا، امي ياسر صحاب مع مي كوزان، ياسر 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 صحاب باتيرنيل مع عميتي يتعاملوا معاها. دونك هل هالديبا بين العمه ومرت الخو والعمه والحكيت انا ما عشتوش، وبالرغم اللي بالرغم اللي مانيش قاعده نقول اللي عمتي امي ما تعاركوش، انا ما عشتوش. لكن هالخوارز اللي قاعده نشوف فيه في المجتمع نتاعنا هذيا، هي هذه اللي قاعده نحكي فيها تصفيت قلب، قاعده نصفي في قلبي ونفرغ. خاطر ديغنييرمون جاوني قاعده رافي خوار غير طبيعي يا معلم على عمي، شنو هذا شنو هذا؟ خاطر عمتك عندها وانت ما عندكش، تولي انت تمشي تحب تطيح عمتك، خاطر عمتك تعمل وانت ما تعملش، خاطر عمتك انسانه يحبوها العبيد انت تولي تحب سيكواسا، معناها شنو هذا؟ واش نقول لكم حاجه، المسارن في كرش بعضها تتعارك، اما صبوركم لما تغسلوا وحدكم تغسلوا. دخلنا في دي ديتاي زيد ندخلوا فيهم البنات. ان توكا البيه والخايب في كل بلاصه، العائله كيما تنجم تطيحها كيما تنجم تهزك. انا واحده من الناس في اول حكيت لكم في انستغرام، في اول بريود تليقي ما لقيت كان عائلتي، ما لقيت كان ماكوزي، ما لقيت كان بنت خالتي، ما لقيت كان صابرين. اوكي ما لقيت كان صابرين، وبعدها جات جفره وجات ماما وجات با، لقيت كان صابرين وقفت معايا. واسمعوا ايش نقول لكم حاجه قلتها ديجا نعاودها، العائله كيما تطيح كيما تهز. عارف تحط ساقك، والعائله اللي جيت منها مش نحكي على الام والبوة، نحكي انا حتى على الاقارب المباعده، على العائله البعيده. يزينا من تقدير صلة الرحم وبالصفة عليك، وما فما حتى شيء بالصفة عليك تعملوا، حتى شيء بالصفة عليك ما تعملوا في الدنيا هذي. إنسان يقلقك خلي أنت وياه ديستانس دبغا، لا تحكي عليه لا تجبد عليه تكلم، ديستانس دبغا ديما أنا نموت على هاد ديستانس دبغا، بعيد عليها هكا معني فهمت، بع أنا وياك بعاد مانيش قراب، خلينا هكيك لا تحكي معي لا نحكي معك. حسيلو فضفضة على الطاير يا جماعة، فضفضة على الطاير، شعري يهبل يهبل بلا أنا بلاس مود برادوي. أما خوتي على عينيكم، يلا إن شاء الله يكون عجبكم الفلوك، إن شاء الله يكون عملتوا جو، إن شاء الله فرحتوا، أفرحتوا أكثر الجمعة الجاية نمشيو لبوسطن عاد وناشفيل وفازيت. يلا سوغ سو نشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية.